الله اخواني واخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. اعتذر عن صوتي. اشكر كل الاخوة والاخوات اللي سألوا عني بعد اصابتي بالمعكرونة المباركة اللي انتقلت بيها الى جوار ربي وحصلت معجزة معايا ان شاء الله اشرح لكم اياها الليلة. هذه المعجزة اللي راوتني كل شيء وقلت انقلها لكم عسى ولعل تستفادون منها مستقبلا وتشوفون اللي صار، لان انا كنت قبل ما اصدق الا شفت بعيني. تعرفون الجماعة يقول لك كذا وكذا ويصير كذا، فلهذا حتى صوتي مبح. تعرفون أني رادود مبتدئ واستوني بادي وكنت مرجع، فانصابت بالمعكرونة أنا والأولاد والكل اللي بالبيئات المربيات. فأشكر كل اللي اتصلوا بي، ما قدرت أرد عليهم لأن ماكو صوت، صرت مثل المرجع الأعلى، لا صوت لا صورة لا طواطة، كل شيء ماكو، ما أقدر حتى طوط، كل شيء ماكو. فاليوم تعرفون شفت البوستر مالتنا، شفت الوضعية شلون خربانة والجثمان مالي الشريف المقدس، فقلت لازم أشارككم المعجزة اللي صارت علي أني و بس تصير. شنو هذا الخطأ اللي هو طبعا متعمد من البعثية والصداميين، واشرح لكم ليش راح تشوفون. فالمهم هذا اول شو اسمه مودا نحكي واني مريض بلبولة جانا، فاني مصاب بالمعكرونة. وتعرفون رفيق الشربايا وياي، فرفيق الشربايا ما يقدر يصيح وذولا ما يفتهموا، بس انا افتهم لغته. فاني متت بعد ما اتنفس ولا اتحرك ولا ابد، جوي عالجة وهذي ابد. اخذوني معكو بعد يعني خلاص، ودوني المستشفى. فواني بالشسمة بالثلاجة تعرفون ميت بردان، فاخذوني الجماعة ودوني صعدوني حاطيني بتابوت والناس تبكي وتمشي وكذا وتصيح. فاني وصيتي بانه اندفن يم المراجع، تعرفوني مرجعاني. فطيروني بطيارة ودوني الى المكان اللي يندفنون به المراجع، لقيت مسوي لي قبر وهذي، فدخلوني بالقبر. قعدت بالقبر زين، وهذا كتابي وياي وشغلاتي، ننتظر. دفنوني ساعة ساعتين، شو يقولون يجي عليك شو اسمه وإمام ويسألك، ساعة ساعتين 10 ساعات ماكو. ضجت، خلي أطلع كتابي أشوف شو مكتوب بي. قريتها مصخم زين، قلت هذول معقولة كلها جهالي وعايفهم أنا كلهم بالعراق، وهسه قاعد يسبون ويغلطون علي وفاتحين قنوات يعني الوضعية خربانة. قلت شلون أواجه أنا ربي بهالسوالف التعبانة، حتى ما بيها مساحة حتى
امسح ماكو مين مسح، واني تعرفون ظلمة القبر. زين واني دا يعني دا احكي ويا نفسي، وكان اسمع سيارات جكسارة طاب طيب طاب، تفضل امامنا تفضل امامنا. زين اشو فتحوا القبر، اثنين من الحماية نزلوا لابسين زيتوني واربع جعاب وبوت احمر وهالسوالف. يا ستار قلت شنو، رجعوا الجماعة شو طلع؟ نزل واحد لابس اخضر باخضر وكل شيء اخضر حديقة. قال لي راح اسألك سؤال. قلت له ايه تفضل. شو صيح له؟ هو اخضر شو صيح له؟ حديقة شو صيح له؟ مزرعة مثل ذاك الرجال ما اعرف. قلت له ايه. قال لي منو امامك؟ صفنت، من امامي؟ شو اقول له هذا؟ قال راح اكرر سؤالي واذا ما عدته هسه خليهم يمل اخوك هنا. صفاني ثانية اعرف الروايات دائما يقولون لازم تقول كذا. فقلت له يابا امامي يعني شنو؟ قال امامك. قلت له شناوه؟ قال ايه عافيه يلا طلعوا. طلعوني يعني كل شيء ملابس حاطيني بهذا فتشي ابيض لافيني. قال صعدوا. حطوني بالجكسارة. شو هاي الجكسارة تحولت، بدل ما تمشي بالطريق قامت تصعد فوق. أنا قاعد لي ورا والسائق وهذا أبو الزيتوني وهو هذا أبو الأخضر هم سيارة قدامه وكله بالسما دي يطيرون. أنا أخذتني الغفة قلت هاي وين 17-18 سما راح نطير. وصلنا ما قعدت ايش لقيت ايش قد ناس واقفين زين وكله لابسين اخضر حدائق كلهم حدائق مزرعه مثل الجماعه. وقفت بالسره شايل كتابي ومصلخ حالي حال العالم. منو لقيت؟ ام حازم واقفه يم واحد سيد تقوم وتقعد تصيح وحقش هاي استافاتي للعباس مو اني. فهذا كل واحد واقف على باب الجنه يسالوه انت ليش انظلمت بالعراق؟ راسا يقول له حزب البعث صدام يقول دخلوا للجنه دخلوا للجنه. اي واحد يقول صدام دخلوا للجنه دخلوا للجنه، هذا خطيه مسكين صدام صدام خطيه هذا صدام دخلوا. أم حازم قدامي وأني وراها ودا ندخل باب الجنة مش قد حلوة. وهذه أم حازم جتي أنت يابا ليش جاية؟ قلت لهم والله هذا واحد شو اسمه ناصبي كان ناصب علي فضحني بالعراق. قال لها بس لا لطيف يحيى أنا دا قعد الجرس مصيبة يعني أنا كارثة يعني اسمي واصل لهناك. فقلت أنا يعني بلكي عسى ولعل. فقال لي يا أم حازم لا تهتمين أنت وصلتي بيدنا وصلتي بيد الأمان خلاص بعد يلا فوتي للجنة. وصلت أنا أطيت كتابي قال لي إحنا شو نسوي بالكتب؟ منو إمامك؟ قلت له شناوة. قالت ليش بالعراق مضطهد؟ قلت حالي حال العبريه. قلت له البعث وصدام. قال لي ايه فوت فوت خلاص. دخلت لك عيوني كل من يقول لك نريد ندخل الجنه ترى مضروبين بوري بتعرفون اخذوها من اخوكم راح تدخلون تقول قاعد بالزياره خطيه. ذني الحوريات كلن لابسات اسود ودا يخوطن هريسة ودا يسوون زردة وباسم الكهربائي مشغلين مو جنة حسينية. صفاني قلت بالله عاني بالأرض مهزوم منهم وبالسخامات مهزوم منهم. انهزمت من العراق وجيت لأوروبا لقيتهم قدامي زين متت وهسه جاي للجنة وبالقوة طبيت
مع رغم كل سوالفي اللي كان مكتوب بالكتاب مالي عم كان شو اسوي هسه صفنت جبت واحد من هذول لا كلهم خضر لابسين اخضر هذول اللي يسموهم مالتهم فقلت له مولانا هي هاي الجنة قال إيه لعشتري قلت له وين الحوريات قال دني دي خوطن هريسة قلت له زين بقولون الجنة وبيها حوريات وانهار الخمر وهاي اللي قبحك الله انت مين انت انت شو اسمك قلت له لطيف يحيى أنا قلت له لطيف يحيى تعال شوفوا الكثل اللي أكل أخوكم شكو معصوم التم علي لك يا معود هذه كذب قلت له مواني لا أنت قال أنت لا يفيد بيك لا جنة ولا نار راح نشمرك تعال ابن شناوة أخذ رجع للقاع هذا حتى ما يفيد وياشي زين شلون يرجعوني خابره وناسه تعرفون ناسه رضوان يا شو اسمه مواليه خابره وناسه دزوا صاروخ فتحوا الصاروخ حطوني بيه قالوا لي ارجع رجعت زين وين نزلوني ناسه بامريكا زين اني مطرود من امريكا ممنوع ادخل امريكا هاي شلون واحد شلون شغله قمت اتصلت بواحد هناك شخصية معروفة قلت له يابا أنا بشاربك وأنا عراقي مثلك وكذا وهذه قال لي جيب غراضك تعال للمزرعة يابا أجيب غراضي يابا يا مزرعة قلت له أنا شوف يعني حالي شو اسمه نازل طرزان قلت له ماكو لا هدوم هذه قال لي ما يخاف هسه نعطيك هدوم اليوم تيجي تغني لنا عندك واجب بالمزرعة وزع وزع زين يابا زين رحت قاعد بالمزرعة وكاولي واني قاعد يعني شو اسوي تعرفون خوف خوف يعني مرعب انت توقف قدام رئيس زين رئيس يعني أغني له كله بالروح بالدم ويا عزيز وهذي والعزيز أنت ويعني زين يعني شو أسوي هزاع يعني ما حكيت زين فقام الرئيس بيده يعني شوفوا التواضع هذا الرئيس التواضع ماله بيده قام جاب لي صينية زنود الست هزاع يعرف هزاع دزيت لك الصور زين بيده جاب لي زنود الست وجاب لي لفة فلافل ايه هالطولها قال لي اكل وغني يا قلت له مو انا من اكل اللقمه بحلقي شلون قال لي تاكل طيع واسكت يا بخوش هزاع دعشي غلط اذا غلط بعد ما لي شغلة أنا شوف هزاع أنا تاريخي معروف زين ده تشوف هذا تاريخي هزاع تاريخي ما لقيت هزاع وين هزاع تاريخي معروف زين وشغلاتي معروفة وتاريخ واتحداكم انتوا البعثيه والكذا زين انتوا دمرتونا هزاع انا مالي شغله زين تاريخي معروف زين اربع كاسيتات عندي ما لقيت هزاع والله ما لقيت حتى خابرت مايا خليفة قلت له داين هذه النظارات ماتش ما قبلت قالت ما يصير دني نسائيات فالمهم فأني بأمريكا قال ايه
صحيح يزيد، انا ما دا احكي لك، ما شغلت الموسيقى هسه، ما ردت اصلا اشغل الموسيقى. يعني انا شغلات هاي الشغلات الرئاسية، يعني الشغلات الرئاسية ما احكي بها. وزع صور اغنية لصدام حسين الله يرحمه. ها؟ اغنية لصدام حسين الله يرحمه. اي الله يرحمه، الله يرحمه. اي والله انا ما حكيت شي، يعني اني كنت بضيافة يعني رئيس دولة بيده يجيب لي لفة ويجيب لي زنود الست، ويعني المحل بالمزرعة، يعني دائما يدزون علي بالمزرعة أعرف. أي فقلت له أنا سيادة الرئيس، يعني أنت هذه حركتك، ويعني قال إيه. قلت له أنت ليش شاد ويا فلان مو عراقيين؟ قلت له زين صدام. قال مو عراقي. هزاع أنت مو عراقي هسه بعد، كلكم مو عراقيين خلص. الرئيس قال أنا شيل شغلة، أنا ما لي شغلة، يعني خوما غزلان أنت مو عراقية. إيه مو عراقيين، ما مو عراقيين، حتى أنا مو عراقي. إيه رابنزل مو عراقية، أنت هم مو عراقي، ماكو عراقي. زين هسه خابر أبو حسين، هذا كان فريق أول ركن عريف شايكي بالمخابرات، كل الأسرار يمه. أنا دا أوصل لكم الحقيقة. أزاع أي زين أزاع تريد زنود الست؟ أزاع وين وديت النسوان؟ أي مو عراقي. أزاع أنت مو عراقي، غسلان أنت مو عراقية، أنت كلكم لو من سنغافورة وما أعرف شنو، جابوكم البعثية وطوكم جناسي وقعدوكم بالعمارات السكنية، والشعب العراقي الأصيل رايح. ها؟ أي هو أزاع نفس نود الست هذا ما كل لي قدم لي بيده إلا أجيب لك إياه بطن عيني. قول لا احنا كنا انظلمنا. زين انظلمنا من اغنية لصدام حسين الله يرحمه. اغنية لصدام حسين الله يرحمه لك. اغنية لصدام حسين الله يرحمه. الله يرحمه، صدق الله يرحمه. يعني ايه المهم ايه هزاع انا اجيب لك زنود الست والست اللي سوته تدلل. ايه ما ابد 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 ابد. نور انت ادمن، انت هم مو عراقية. هزاع انت ادمن هم مو عراقي. ماكو، انتو كلكم جابكم البعث وطاكم جناسي عراقية، والشعب العراقي ما عنده لا أكل ولا شرب، وروح يسوي ويدخل ويسوي أي هزاع أني تاريخي معروف، هذا تاريخي وأنا ما أعرف، بس المهم هو هذا لتشوفوه، هذا وين ما أعرف، هو هذا هذا هو هذا نفسه جابه، هذا هذولا هم. اي قول لا، قول لا ما لي شغلة. هذه الأمور أنا دا أوصل لكم إياها. 20 سنة راحت وما حد مطيكم شو اسمه الحقائق. أنا أعطيكم الحقائق، هذا تاريخي، شوفوا وينه فد مكان هنا. زين
هنا هيك فوق جوين رايح اي هذا ليش هيك غماني حشيت هذا كنت اني وقاسم السلطان اني إيه؟ قاسم السلطان كان مصور اغنيه صدام حسين الله يرحمه اي فاني مالي شغله هذا تاريخي يعني لا تشوفوه صدام حسين الله يرحمه وين فد مكان هنا هيك يعني هذا تاريخي اللي ما يعرفني اني مكتبي كان وين النهضة أم الجيمر أبو الشاي بين أبو الشاي وأم الجيمر أنا مكتبي كان بالنص قطعة كبيرة أي هزاع هذا تاريخي إذا تفتهم أنت مو عراقي بعد أنا ما حاكي أنا دا أوصلكم الحقيقة زين وشنو جبت لكم قنبلة تعرفوا شنو قنبلة قنبلة جبت لكم قنبلة ايه قنبلة تعرفوا شنو قنبلة انا وقاسم السلطان ايه قنبلة السلطان كان مصور اغنية ايه؟ لصدام حسين الله يرحمه قنبلة ما ادري هذا علي من دنحشي والله ان يعني شغله ترى محيرتني هزاع هزاع هذا شلون شغله هذا اللي يجينا ابو البلاب والعيني يعني الحفله بدت أي. حضر الحفله صدام كامل الله يرحمه نعم الله يرحمه تاريخي معروف اسمع الحفله بدت حضر الحفله صدام كامل الله يرحمه انا ما حكيت اي هزاع شوف هذا تاريخي اذا ما تشوف انا مكتبي هذا النهضه وين توقف الباصات اللي تودي للجبهه ام الجيمر ابو الشاي انا قطعتي بصفه ناس تعرفني كنت اطلع يعني كنت البس هذه القمصله كان هي مشروع عبايه للنسوان بس سويتها قمصله وأني هاي السدارة لابسها مو مثل ذاك الرجال أنا تاريخي معروف لأن أني معروف بالنهضة فلبست السدارة هزاع صح ولا لا هزاع أنا ما أحكي أنا دا أوصل لكم المعلومة الدقيقة كل القنوات انخفضت مشاهداتهم لأن احنا بدنا نوصلكم الحقيقة. هزاع أنت ليش ما منتسب؟ يلا الكل تنتسب، يلا. شو ما مفعلين، يلا انتسب. هزاع انتسب. ها؟ لا شنو عدي كان يقلده، شنو يقلد عدي؟ عدي كان يقلده. أنت قاعد تحكي صدق هزاع؟ مصيبة. مصيبة هذا تاريخي شوف هذا وين فد مكان هنا أنا. المهم ماكو انتسب هزاع انتسب انتسب اذا ما تنتسب ماكو اي انتسب ايات انتسبي لحد يقول لي ماكو شو اسمه بالعراق لا انتسب اني جعفر قال لي اكو انتساب هذه حركة احنا حركة 69 التقلبانية لازم نوصلها انتسب يلا فراس انتسب غزلان انتسبي الكل تنتسب هذا تاريخي هذا فد يعني هنا فد مكان ها اي هزاع السيب تنتسب انتسب ترى شيل الاسبانة زين اني ابني البارحة رجعت له الاسبانة اي حركة 69 زين اللي كشفت صار الحفلة ايه؟ صدام كامل الله يرحمه ايه اه ايه ما ادري على من جبنا هالشغلة المهم تنتسب ليش يعني احنا هسه هذه هالقد وشنو يعني ليش ها بعثية ها انتوا تعرفون جبت لكم قنبلة
دي تعاركون على فلوس، تعرفون؟ دي تعاركون على فلوس. وهسه لو عرض لكم جاتني قنبلة، قنبلة تعرفون شنو قنبلة؟ إيه لا الشغلة. فالمهم وانا كنت اغني له بالمزرعة، كنت اغني له يا بط يا بط، ويعني مصيبة كانت. فهو سمع صوتي ورأسا ما ادري يعني السيدة الاولى رأسا صاحت هذه، ليش ما اعرف، على شنو ما اعرف، تاريخ هذا موجود زين، انتساب الكل تنتسب. هسه يعني امر مرجعك رئيسك ودي يقول لك تنتسب، ما لي شغله الانتساب، لازم تنتسب. حفيد الفاروق انتسب، انت مو عراقي انتسب، اي ماكو عراقيين بس احنا زين، تاريخ معروف. هزاع هزاع هذا التاريخ، شوفوا ايات وين فد مكان يعني. هسه دور لكم اي. واني بالش اسمه بالجنه اجى علي واحد من الملج، ملج هيك طويل، ملج طويل لا راس ولا رجلين، قال لي ابو عمر اني انضربت قازوق مثلك، هاي الجنه هيجي زين تم نقيمة وما اعرف شنو هذه. قلت له زين احنا العد مو يقولون، قال هم هم الدنيا اشتروها، ما يشترون كل شيء. فالمهم قلت له زين يابا، رجعنا وانا دا اغني، فقال لي باكر تجي للمزرعه ولد عمو، فقال لي يابا اروح للمزرعه، قال عمنا طالبك واجب، انت تعرفون الواجب ما يعني تقدر تقول له لا زين. اني تاريخي معروف هذا يعني، عند تشوفون هذا تاريخي هنا في المكان، اي تاريخ زين. واني ما غنيت ابد لصدام حسين، ابد ما غنيت لصدام حسين، بس اغنيتين، اغنيتين بس غنيت لصدام حسين. الاغنيه الاولى على مود ارجع التلفزيون الشباب زين، لان كنت مطرود، والاغنيه الثانيه هيك يعني لواقه. فانا ابد ما عندي علاقه بصدام زين. فالمهم شفت الشغله يعني، ما توكل خبز بامريكا زين. انا شو اسوي، قعدت صفنت ثاني بامريكا زين مهجوه، هذا رئيس الدوله يوميا داز عليه بالمزرعه، تعال غني وكذا. قمت رحت ناس نعرفهم، قلنا لهم يا ابو كذا كذا بلكي ترجعونا لبريطانيا، قطيع عندي جهال وكذا، يا ابو رجعوني لبريطانيا قشر. وصلنا اليوم الصبح، خذت لي غفه، اتعودت من السستاني يعني، ولو السستاني قطيه ما قصر، زميل الشرباي اول ما شافني ردت الروح بي، بس هم اول ما شافني قال لي وين البلبول، يعني انا ما شايف سيد كل تفكيره بالبلبول. فالمهم واني هناك قبل ما يطردوني من الجنه، قالوا لي هذه روايات تاخذها وياك تسمع جماعتك دولة اللي لي هسه ما قابلين يدخلون ويانا، وانت شفت الجنه بعينك جلد حلوه، اي تقبل ترى انصحكم ما تطبوها. فالمهم هذه أول رواية راح نبلش بيها ونتعود بيها من مضاجعنا الكرام.
يا بدا شاقة وياكم يا انتساب يا بطيخ. يا بأدمنية أدمنية رحمة أي فهموهم الشغلة على شنو يعني أنت وين غزلان مو عراقية أنت مو عراقي أنت أي أي فهموهم يا أبي يا أنت ساو أي في آي بي أنت مو عراقي هزاعة أنت مو عراقي آيات مو عراقية أي صار آيات أنت ما تعرفيني آيات أنت بعدش ما تعرفيني آيات هذا تاريخي في المكان هنا أنا. زين هذا تاريخي أي أنت ليش ما منتسب أنت ليش ما منتسب أي حركة 69 الكل تنتسب حركة ديمقراطية وراح نكرم مسامعكم ب اي هزاع هذا تاريخي شوف انا اليوم ردت اجيب تاريخي هيك يمي هاي الاربع كاسيتات زين واسمع لك اياها واتحداك اتحداك تجيب اي واحد ينافسني انا من اليوم اعلن اعتزالي الغناء لأن حرام 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 وقررت أبيع زنود الست ولفات الصمونة هالكبرى هالكبرى وحق الله اي والله زين اي في نيويورك اذكر هاي من زمان شوف هذا كان وياي بنيويورك يعني اتذكر اني راكب سيارة نعم في أي. نيويورك اذكر هاي من زمان سنوات أي. نعم فالسائق اسمع من الزنوج زنجي وانا رايح المطار أي. هو ماخذ لي المطار نعم فبالطريق يتكلم معي أي. يقول لي انت تعرفني لا ما اعرفك لا لا لست صغارا مثلك نعم. ما اعرفك انت سائق الان تاخذني الى المطار يا شيخ هذا طبعا قال لي انا الامام المهدي ايه تفضل يشهد ربي عليك زنجي الامام المهدي اسم المهم اي هو شو معرفك المهدي ايش راح يطلع اي لما قال هالكلمه اقشعر بدني اقشعر انا هم اقشعريت ويا اي لا لا قضيه اخرى يعني هذا الرجل لما نعم. قال انا المهدي يعني عقيده الامام المهدي عند الجميع وليس هذا دليلي نعم انما عندي ارقام علميه موجوده في كل شعوب الارض الناس نعم. تنتظر ظهور الامام المهدي نعم انا هم انتظر لان الصيحه سيسمعها العالم كله العالم الصيحة كلها العالم كله راح يسمعها من يصيح يا ابو فاضل من يطلع فانتوا ادعوا له اشتروا له فازلين بلكي عجل يعرض الفتحة مالته ويطلع لنا مو صمت ابونا صار 1320 سنة ما بينا حل بعد ننتظر اكثر العالم خراب البلدان خربت هذه ويقول لك صاحب العصير والرمان ما يريد يطلع ليش لا لازم الدنيا كلها تخرب بعد اكثر من هذا الخراب شي يصير بعد صاحب البلبول اطلع عيني اطلع فدوى عينك جبت لكم قنبله اسمع قنبله زهراء تمشط للحسين ودخل امير زهراء تمشط للحسين اي وانأخذ اسمع وجدها ترتجف فقال أي. يا فاطمة أخيك مرض أنت مريضة نعم فقالت لا أي اسمع ولكني أخشى اسمع القنبلة هزاع هزاع قنبلة قنبلة تعرف شنو قنبلة اسمع قصت شعرا من شعر الحسين فيهتز لها العرش أي. فيهتز لها العرش إذا كانت ترتعش لأن هي دا تمشط له زين أنت تعرفون بداك الوقت صحراء وزين والشعر تخاف لتوقع شعره ويهتج العرش يلا هسه شلون بالله هالزعل
هزاع وين وديت النسوان؟ ليش هذا يخابرون يقول النسوان ما وصلت؟ ايه يا با هزاع غنبلة تعرف؟ غنبلة هذول ايش بيهم؟ هم دخلوا جماعة شو اسمه؟ اقول لك ها جبت لكم غنبلة يعني ما ما ماكو ما اعرف منو المهم اي الغفاري مولانا طالع خرجت مع علي بن ابي طالب سلام الله عليه فمررنا على وادي نملة زين وادي نملة اسمع التفت الي ابو الحسن الامير المؤمنين قال هو الذي نفس علي بيده نعم يعني من أقول لكم عايشين بعالم الحيوان ما تصدقون يعني أمير المؤمنين ما عنده شغل وعمل بس يباوع النمل يقول له يعني دي عد يعني دي يسوي له فتشي ويقول له أنا أعرف النثية من الفحل إذن شنو استفاد الإسلام من هذه أريد أفتهم إسه هذا قال نثية وهذا فحل النثية ويا الفحل شايلين اسم حركتنا 69 حركة شقلبانية يسووها هم دائما أي شيء نثي وفحل حركة شقلبانية زين أمير المؤمنين ما عنده شغل وعمل يقعد يباوع هذه النثية لو فحل يعني ويقول لك ست حلقك عايشين بزمن طرزان زين هزاع تريد قنبلة جديدة راح تطلع اصبر هو انا ادري راح يستلمني باكر بس نسوي له مقاطع من اقول لك هزاع هو عبالها هالقد ما ذكي ابر جيمس بوند وهذول اللطامة وجماعة المضاجع ينفخون بي زين فصدق نفسه صار غايد ويعني أنا شايفه يعني أنا في تعرفون بالجنة تقدرون تشوفون أي واحد تريدوا يقول يخيروك أمنيتك المن تشوف فأنا قلت لهم أريد أشوف الرئيس ف يعني قالوا لي بس باوع لي جوا بهذه اللحظة أنا دا باوع لي جوا كان أشوفه بالحمام ده ياخذ شاور لازم الصابونه ويغني العزيزاني اني العزيزاني يعني فكان هو يا يغني انا يعني شفته يعني شوف عيني ما حد قال لي هزاع اجيب لك قنبله فهو يتصور اي واحد يخابر على طيف يحيى يخابر يقول اي ما يخالف اي ما يدري 15,000 و 17,000 واحد و 18,000 يوم واحد مثله عابرين على راسي من 30 سنة خوما انت تخابرني ما راح ادوز الدقمومات التسجيل وش قلت لي وليش ومن اجل بريطانيا وليش يعني انت هزاع هسا انت تصب صدام هزاع وتسب عدي يا هزاع اسمعني هزاع انت مو ادمن القناة اسمع انت تصب صدام وتسب جماعة عدي وجماعته زين ليش تودي جماعتك او ابنك على جماعة عدي يعني منا سبهم ومنا شو اسمه تروح تتعاون وياهم يعني هذا مو انجاز هزاع قول مو انجاز يعني انا من كنت بالجنة الشغلة غير شغلة زين شغلة غير شغلة 17 مرة أنا شفته دا يغني بالحمام العزيزاني ودا يسوي شاور يعني إيه اسمه ومزور وتاجر سلاح وهذا كله طبعا كله يعني أي بس أصبر يا هزاع كل شيء حلو التسجيل راح لا يطلع اصبر
لا مو أني ما أطلع اللي عندي، أنا خلي دائما السموم تطلع تذكرون إيش قد كم واحد قبلهم أني وراح أسوي وأطلع وراحوا بالزلق. ف يا حبيبي شورطك هزاع، شورطك هزاع ليش حبيبي هزاع؟ مو زنود السدة تاكل صمون عراقي ومحلك 909 زين ودائري هيج ليش يا حبيبي؟ اي يا عيني اسا من نطلع التسجيلات عود الله كريم يصير خير. هزاع هزاع جبت له غنبلة، ايش غنبلة ايش ماكو غنبلة غنبلة كبيرة. اي اسمع انسان والله من كان اي والله يا انسان اقول لك هذه انت هزاع يمكن بس هو الوحيد اللي شاف وضعي من اول ما صار عندي المعكرونة، هذا حالي شاف مع الاسف والله هذا قبل ما توفى. لا كذا فيك قاعد أنا ورفيق الشرفاية حال الضيم حالنا، حال الضيم حالنا كان. إي والله إي واحد شي يسوي. هزاع شورطك هزاع هزاع شورطك عن الكباب اسمع دعاية الكبابشية فعن يونس اسمع. بن بكر اسمع قال الرضا عليه السلام اسمع الرضا مالي أراك مصفرة اي نعم قال قلت وعك أصابني يعني وعك مرض نعم. أصابني نعم نعم قال كل اللحم فأكلته فأكلته ثم رآني بعد جمعة نعم. على حالي مصفرة نفس الشيء جمعة اي قال ألم أمرك بأكل اللحم نعم قلت ما نعم. أكلت غيره منذ أيه؟ أمرتني ما... قال كيف أكلته رضا قال شلون أكلت اللحم الرضا يقول له أكل كباب لأن أنت شو اسمه أكل لحم. واحد إجا قال له شو مصفار قال له ما أعرف قال له أكل لحم راح إيه غنبلة إيش إيش غبم غنبلة هزاع هذا تاريخي تاريخي من هيك هذا شوف هذا تاريخي اسمع هذا التاريخ إيه شو معرفك حبيبي عبد الله حياك الله واهل النجف حبايبنا واخواننا كلهن الطيبين زين. فقال لك ليش انت صاير اصفر وجهك؟ فقال له اكل كباب اكل لحم. يقول راح ورا اسبوع جاني قلت له ها بعدك شو اصفر وانت اكلت لحم؟ قال له ايه. قال له انت شلون تاكله؟ قال له طبيخا طبخته يعني. فجاوب الرضا خريج لحم يعني شغله كله لحم تفضل هاك شوف طبيخا ايه؟ يعني طبخت طبيخ ايه؟ قال كله كبابة يعني اكله شنو سوي كباب كباب ايه؟ ثم ارسل الي بعد جمعة نعم فاذا الدم قد عاد في وجهي فقال نعم. يلا هذه مو معجزة هذه مو قنبلة ذيب الخزرج هذه قنبلة أكل كباب أي قنبلة هيك حبابها لك فدوة هاي الأسامي مين تجيبوها أكلها طبيخا أكلها كبابا فهذا الكباب أولى. ف حركة 69 ايه اسمه ما اريد اذكر اسمك وتعرف تاريخي هاك ياته شوفه ايش داير مداري هذا هنا أنا. ولا ما تصدق اجيب لي شو اسمه الكاسيتات مال مزرعة. ف اسمع الامام المهدي غائب كما ايه. يقولون هو هذا واحد سيد يعني منهم وبيهم اسمع 82 سنة هذا سيد منهم وبيهم كما يدعي ايه؟ ما فائدة هذه الغيبة الطويلة ايه؟ هذا واحد معمم منهم وبيهم طلع أخياسهم قول ايه؟ لقد كذبوا عليكم نعم ليس هناك إمام مهدي غائب ايه؟
أبدا، وإنما الإمام المهدي يظهر آخر الزمان عندما تختلف الأمة، يعني عند اختلاف الأمة الإسلامية ويصلح الأرض بعد فسادها. نعم. عندما تسأل أحد العلماء تقول له إيه؟ إذا كان القرآن محرف، نعم، فأين القرآن الصحيح؟ يقول عند الإمام المهدي. إيه؟ عندما تسأله تقول كم سنة يحكم الإمام المهدي؟ يقول من 5 إلى 7 سنوات. طيب. نعم. 1442 سنة. نعم. الناس تعبد الله على منهج هذا القرآن. نعم. الكريم الذي بين أيدينا هو الآن. إذن ما فائدة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. إذا وصل إلينا القرآن محرف. سمعتوا؟ إيش وقت هذا الغنبلة عندكم توعون عليها؟ هزاع هزاع كيلي وين زنود الست إلك؟ بس اسكت زين؟ لأن عيب مو دزلك لفة فلافل، شو تريد بعد؟ أصول الكافي أو كتاب الروضة باب حديث الحوت. باب الروضة حديث الحوت. أريدكم هذا كتاب الكافي لصنع الوقافي وشرب النسكافي تشتروه، لأن به مواضيع جدا جميلة تقروا تستفادون منه. زين هزاع كل شيء يجي. أي قول لا. الحديث شوف حتى الحديث 55 يموتون على أم حازم حبيبتي جابش من الجنة. أم حازم جت على تيك توك شباب نورتينا أم حازم. شوف سبحان الله عافت الجنة على مودي ونزلت. هذا جاني واحد همش اسمه خوش بالبول طيب. أم حازم حبيبتي نورتي. نعم. في أصول الكافي. أصول الكافي. عن الصادق عليه السلام. أي. قال سألته أبان يسأل الصادق. أي أبان يسأل الصادق صفحة 55 من كتاب الكافي لشرب النقافي أن يعني أي. سألته عن الأرض على أي شيء هي. سأل هذا بالصفحة 55 قال له الأرض وين واقفة على بلبول على شنو؟ فاسمع الجواب الشافي الكافي. اللي هو يخليك انت تصحى على زمانك وتعرف الكرة الارضية على يا قازوق واقفة قصدي يا شلون واقفة. اي الكرة الارضية على شنو قاعدة؟ على اي شيء هي؟ اي قال عليه السلام هي على الحوت. اي حبيبتي هاي نانا هزاع هاي نانا حبيبتي. القرآن يقول لا وانما على الحوت قاعدة على حوت. يابا الكرة الأرضية طلعت ماك لبوري واقفة على حوت. يعني إذا الكرة الأرضية هزت هيجي الحوت كله فايت ما لنا شغلة. هذا كتاب النسكافي يقوله ما لي شغلة. أم حازم حبيبتي نورتي. الحوت وين؟ زين وأكرر رواية صحيحة السنة. نعم. قال على الماء. نعم. الحوت بالماي. حوت بالماي. زين. قال على الماء. قلت فالماء على أي شيء هو؟ إيه؟ هو أبان فقيه. نعم أي نعم. فالماء على أي شيء هو؟ على خالتك الشغلة. على الصخرة. على الصخرة. يعني الحوت على المي والمي على الصخرة والباقي بخالتك الشجرة. كمل. قال على الصخرة. نعم. قلت فعلى أي شيء الصخرة؟ نعم. الصخرة ويا. بخالتك. يعني هذه الكرة الأرضية ماخذ قازوق على حوت والحوت بالبحر والبحر واقف على إحجارة والإحجارة واقفة على قرن يموتون على القرن لأن شادي هم القرن يموتون على شيء اسمه قرن. نص صبح يقعدون يلمعون بالقرن أي شيء قرن يلمعون به لأن هذه شغلتهم. نعم. لا والثور مو القرن مالت المزرعة مال ذاك الرجال. لا انت غلطان هزع لازم
أنت تصحح معلوماتك وتشتري كتاب الكافي للقرن الوقافي. هم دي يقول لك هذا القرن مال شنو؟ ثور وأملس، يعني هم قرن وهم أملس، يعني ما تتعبي. اسمع، قال على قرن ثور أسوأ، على قرن ثور أملس، أملس الصخرة على قرن ثور أملس. أملس نعم. أملس ليش؟ ليش؟ ما شعر، ما أدري، ما أعرف شنو الحكم وما أعرف. المهم أملس على أي شيء الصخرة؟ نعم. قال على قرن ثور أملس. نعم. قلت فعلى أي شيء الثور؟ زين. زين الثور عليه من قاعد؟ على الثرى، على التراب. زين. على الثرى بالتراب بالمزرعة، ما ذاك الرجال من كان يغني. إيه. الثرى على أي شيء هو؟ الثرى على التراب وين واقف؟ وين واقف التراب؟ قال عليه السلام هيهات. هيهات. عند ذلك ظل علم العلماء. بعد لما وصل الثور على شنو؟ قال على التراب. على التراب. قال التراب زين وين؟ على شنو واقف؟ على خالتك. هيهات. هيهات إيه. هنالك ظل علم العلماء، يعني أنا عالم وعلمي محدود، اللي هنا يقف، هنا يقف. وهاي الرواية يقول لك صحيحة السند، يعني الكرة الأرضية. ماكل بوري من ثور، شو اسمه، حوت، والحوت على نهر، والنهر واقف على حجارة، والحجارة واقفة على قرن، والقرن هذا ما ثور أملس، والثور الأملس وين واقف؟ على التراب. ولهنا وقفت القصة. زين، يعني هذه الكرة الأرضية ماكلة كل هذه القوازيق، وإحنا قاعد نفتر نقول الكرة الأرضية مسطحة لو دائرية، ويقول لك ليش تفتح حلقك هزاع؟ هذه قنبلة لو لا؟ هذه قنبلة لو لا؟ يلا، يعني أكثر من هيك قنابل أنا شو أجيب لكم؟ كل هذه الإثباتات اللي دا أجيب لكم إياها بأنه النظام اللي وصلنا. زين، هذا تاريخي. شوف هذا، شوف هذا مو شو اسمه يدق يرقص. زين، وإحنا ولدنا كلهم يروحون. أي يلا نانا، هذا التاريخ ياته. شوف هذا ياته وين بالسقف، راح أيدي راح توصل للسقف. أي يعني ما أدري على من جبنا سالفة. المهم قصروا ازاي؟ اسمع، يجي واحد يسأل الإمام الصادق، اسمع ايش يقول له؟ يقول له ما معنى قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر؟ قال ذكرنا نحن. نعم. أوه ماي جاد، اللهم صل على محمد. يعني حتى هو ما مصدق نفسه، يعني حتى هو كذب الكذبة وما مصدق ازاي يحكي. بس المهم اللهم صلي على محمد، محمد براء منكم ومن شكولاتكم الزفرة، ولكم وين نولي بعد؟ ايه يعني واحد شو يسوي؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وإنها لكبيرة إلا ايه؟ على الخاشعين. ليش ما قال كبيرتان؟ لا، كبيرة الصلاة. ايه. من هو الصلاة يا الإمام الصادق؟ ايه. قال علي. يعني هزاع، هذا إذا تجيبه وتقضبه وتبحلق بعيونه تلقي باهت، والبهاتة تشط من عينه، تلزمه وتفعصه وتحط راسه بمنجنة وتنعى الوالدة، هم البهاتة تبقى تطفر من عيونه، ومن تاخذه على المزرعة وتخليه يغني وتاكل زنود الست، هم يعني واحد شو يسوي؟ ما ادري بعد الشغله، يعني طالعه من نيدي شغله اليوم، تعرفون ميت واستوني راجع للحياه، فدا افرغ لكم اللي شفته بالجنه ودا اوصل لكم اياها. اي زين، اسمع، انت الامام علي، واذا علي قنبله، هذه قنبله، يعني كله بعد أجيب لكم قنابل. أبي طالب في مقدم الجيش رفع إيدا الإمام سلام الله عليه. نعم. ثم رفع يده وقال أيتها الناحل يا جنود الله، اسمع، عليكم بأعداء الله. نعم. وهجم الناحل
نعم. وصار الانتصار لجيش المسلمين ببركة علي بن أبي طالب. قول لا، قول لا، قنبلة لولا يعني ما حارب أصلا، ما تعب نفسه، قال لهم للنحل يلا يلا طيع واسكت، شيتوا على أعداء. فالنحل قام يلطم وصح لبيك يا شو اسمه غنبلة إيش يعني، ماك هذا تاريخ شوفه، هذا شوف بالمزرعة زين، وكلهم جابوهم من هناك حطوهم بمكان، ودولاك ما رادوهم ودوهم بمكان، وهاي حكمونا شو نسوي هزع، انت مو عراقي، قنبلة يعني هيش دا فجر لكم اياها. قول لا هزع كذب يعني، مشكلة هذه يعني، تمسكوا وتفعصب ايهج بالمنقنة هم البهاتة تطفر من عيونه. نعل على أبو أبوك بوش، نعل على روح أمك وأبوك بوش، من 2003 كل زلنطحي طلعنا زين، كل عفطي طلعنا، كل واحد زين صاير أعرض من المعرض يحكي لي بالوطنيات، كل واحد إنش تفعصوا بالمنقنة وتنعل بوالدي ويقول لك أنا أحب العراق، من على أبوك يا أبو العراق اللي لب فيكم، أنت مو عراقي بعد، لك هاي شو شغلة وياكم. نعل على أمك وأبوك بوش، نعل على روح أمك وأبوك بوش، على هالدقة الناقصة اللي فتحت المجاري وعفتها طافحة لليوم، ويومية طال عنا واحد يومية، يعني أني من التسعينات قاعد أشوب وصيح ويا أبو فاضل ويا أبو فلان، وهسه يطلعوا لي واحد ورا زقيت 20 سنة، صدام راح وصار عظم، لا ومو بس صدام، أقول الله يرحم الرئيس صدام حسين، ما أدري على من جبنا السالفة، المهم الله يرحمه راح، ويطلعوا لي هسه صدام حسين مو شو اسمه مو عراقي، اذا مو عراقي لعد التمطي اللي حق خليت واحد 40 سنة ما يحكمك، لعد ايش قد جبان اللي خليت واحد مو عراقي يحكمك، ها يا ولي يابا، اذا انا مو عراقي انت مين اهل، انت وين اهلك عبد، تاخذه تحط راسه توديه ام عدي، حط راسه بالمنقنه وين على والدي، صدام حسين مو عراقي، اذا هذا مو عراقي لعد منو خالتك الشقره عراقيه زين. هذا المخرج الياسري إسا أحبه ما أحبه مات الله يرحمه، طلع مو عراقي، طلع لواحد هذا طلع مو عراقي، هذا فلانشي، هاي شلون شغلة. إيه زين، إيه فيصل الياسري أختي سارة الله يطول عمرك، إيه فيصل الياسري مات الله يرحمه زين زين، أنت يا هزاع قاعد بأمريكا زين، انت من قاعد بامريكا ورا 5 سنوات تاخذ الجنسيه الامريكيه، انت امريكي لو لا؟ امريكي زين، اذا هو مولود بالعراق ابا عن جد شو مو عراقي، شو وقت هذا عقلكم يكبر يعني، انت تجون للغرب تلحسون النعالات والقنادر حشط طيبين، بس على مود تاخذوا لكم اقامه ببلد الكفار وبعدين تاخذون الجنسيه مالتهم، اني الماني اني بريطاني اني فرنسي ام امريكان
I am Canadian, I am ما أعرف شنو, I am خالتك الشقرة. بس لأن كان أكو فلسطينيين في العراق وحتى مولودين صاروا منه وبينا, لا صدام حسين يشيل فلوس ويعطيهم, هذول أردنيين. زين أنت قاعد تسب الفلسطينيين وقاعد تسب الأردنيين, زين ليش ابنك ياخذ وحدة من عندهم على مود الإقامة؟ ليش؟ أريد جواب تاريخي. هذا تاريخي أزع, شوفه وينه, هذا وين هنا, هي جوا فوق. إيه فيا حبيبي شو وقت تصيرون أوادم وتباعون على البشر بشر, مو على جنسيته, مو على دينه, مو على لونه, مو على مذهبه. ليش أنا ما باوع على الكويتي أو القطري أو السعودي أو الإماراتي أو الفلسطيني أو الموريتاني؟ هذا نظيري بالإنسانية, بالدين, بالبشرية. ليش دائما أباوع على الناس بدونية وأني أعلى من عندهم؟ ما أعرف هذا التفكير والازدواجية والعقلية الخرفة اللي باقية. يعني هسه تقول لك جنسية أمريكية وهذه, تلقيهم جنسية أمريكية وبريطانية بس عقول حشاكم خارة, وبالألماني شايزة وبالإنجليزي شت. زين اللي ما يفهمها ترجمنا لكم إياها. فمن نباوع على أخونا إن كان في المغرب, في الجزائر, في تونس, في أي مكان في العالم, ليش أقول هذا عدوي, هذا كذا؟ إحنا كلنا خلقنا خالق واحد بديانات مختلفة بألوان أشكال مختلفة. ليش ما تباوع على هذا كإنسان اتعامل معه؟ يجوز يطلع أحسن من أخوك اللي من أمك وأبوك, مثل ما أنا عندي هنا إنجليز أحسن من أخوتي نفسهم من أمي وأبوي. إحنا على شعوبنا متكابرين, على أهاليتنا متكابرين, على إخواننا وجوارينا متكابرين. فيا هزاع تريد تقود بلد وأنت بعدك على اليوتيوب تبث وما مخلي الناس تاخذ حريتها ويالي يحكي تسوي له بلوك وكذا وهذا؟ صوت صدام حسين. يعني هسه اذا واحد مش هنا بالشارع وعثر صدام حسين, يعني اذا واحد هسه عطش ببغداد صوت صدام حسين, هذا اللي هو جاب لنا اياه. فهذه مصيبتنا. الكل تريد تصير قادة والكل تريد تقود وهو بيته مقايدة. مصيبة ترى. صح نشاقة نضحك كذا, بس احنا مرات خلينا نحكي شوية الواقع. واحد مداير بيته يريد يقود بلد, وبلد مثل من؟ مثل العراق اللي قادة وطواغيت ما عرفوا شلون يحكموا. إذا أنت تريد تحكم وتشوف بلد وتكسب الناس, ما تكسبهم. يعني شوف الناس كلها تعرف وحاجيها ألف مرة نظام صدام, لأن احنا من ابن صدام الله يرحمه أذاني وأذى عائلتي وقتل أبوي. يقول لي شلون تترحم عليه؟ لعد التشقيص ساقط. لا مو ساقط, تعرفون أنتوا الساقطين, لأن الساقط اللي سب ميت. لو عدي عايش لليوم أنا نكبر عليه
لليوم أطلع بث مباشر، أخاف أطلع وياكم كل يومين كل ثلاثة، لا أسوي له بث مباشر كل ساعة. بس ما طول مات وراح بيد بيد الله، ما إلي حق بعد، لأن مات ما يقدر يجاوبني بعد. لتعرفون هذا الفرق بيني وبينكم، يا لعانين يا نباشي القبور. الميت بحسناته بسيئاته من ينذكر تقول الله يرحمه وراح الله يحاسبه، ما لي شغلة بي. شون تترحم على طاغوت؟ أرجع وأقول وأكرر، أحب صدام ما أحب صدام، هذا الرجل صاحب فضل علي، خلصنا من موت، خلص عائلتي من موت. شو تريدني أقول؟ راح أقول لي ها إيه خلصك بس عذب كثير ناس. والله دا أقول لكم شغلة، لا مدحن بالرئيس الله يرحمه ولا رفاقه ولا أبد، إيه كان عندنا ناس مثل هذا أبو الجماعة التاريخي وتاريخي وهذا يلحسون نعال البعثي، وأي واحد لابس زيتوني هو يعرف. وهم سبب الخلل اللي بالعراق، وهم اللي دمروا العراق. صدام حسين وحكم صدام حسين والبعث، أنا أتكلم عن الرئيس اللي شفته من عنده مو اللي سمعته عنه. سمع إيش قالوا علي أنا هسه، أنتوا يا المتابعين إيش قد حكوا علي، مع جل احترامي لكم أنا خلي أنا الحكي اللي سمعوني قواد عدي، لا أنتوا كنتوا تقودوا له، خوما أنا كنت أروح أغني له بالمزارع، خوما أنا كنت أروح أجيب بنات وودي له للمزارع مثل ما هذول الجماعة اللي يشوف صدام حسين بأمريكا ويتعاون ويا جماعة عدي هنا على مود يساعدون ابنه يحصلوا له اللجوء بعد هزيمته من أمريكا، وإن شاء الله كل شيء ينزل. حتى تعرفون الناس شلون متلونين، شلون يبيعون أعراضهم على مود دولار وحق الله، لا وطنية ولا كل قازوق ولا كل شيء. قالوا لطيف قوات شلون يعني واحد يروح اجيب مثلا وحده واني اشبه، شلون يعني اقود نفسي مثلا واحنا ما كنا محتاجين. لطيف ما كان محتاج قبل عدي وبعد عدي. عدي اللي كانوا وياه معروفين واستفادوا من عدي إلى ما قال الله، بس صار الاحتلال شفتهم طلعوا على قناة العربية برا وصاروا مظلومين وهيك سوى بينا عدي. هذا زين، واللي باع نفسه للعصابة الحاكمة بالعراق أنت ما تتعاقب، لو كان ضارب العراق بكيمياوي وشفتوا فدائي صدام شالوا التقية وصاروا جيش مهدي. فما نستغرب يوميا واحد طالع لنا زين يريد يفصل كل العالم، لا وطلعنا احنا نقلده زين، ده ناخذ افكاره، مو انت نيوتن، مو انت مخترع الظرف مالت الباب وانا حطون المفتاح. قلت لك وحذرتك اكبر منك وشوارب مو مهلس زين، انداسوا بالقندرة. تتصور واحد مهتلف مثلك تجي تلعب وياي؟ من أول اتصال وياي كل اتصال اتصلت بيه مسجل، وراح أراوي الناس
اسلوبك شلون تحكي وياي، ومن ينذكر اسمي بالبث على مود والله الموالين ماتك جماعة السبتة تنقاني لا ينغثون. اي هذا، هي هذا لطيف. اي اي بيناتنا الايام، وان شاء الله اتخلي علي ساهر الجواد مال عديل انتخيت بي لك، انت تحشي على عديل وتصيح قواويد وكذا وتروح تنتخي بقواويد عديل على مود يساعدون ابنك ياخذ لجوء. ابنك راح يرجع لك، لان انا راح اتفرغ لك اسبوع الجاي ويصير خير. انا ما طلبت شيء منك، قلت لك صير زلمة، صير زلمة واعتذر، وكتبت لي رسالة قلت لي بالبث راح اعتذر وما اعتذرت. تحمل، تحمل العنجهية اللي انت بيها، تحمل الأجنحة والريش اللي نافش نفسك بيه، اللي شون راح تفش مثل ما فش غيرك، اللي أخليك مو بس تصيح مثل ما صاحوا قبلك، أخليك تكره حياتك. تعرف شنو تكره حياتك؟ وبالمناسبة ترى إذا تعرف القانون الأمريكي، الجنسية ترى مو قرآن ولا توراة ولا إنجيل. الجنسية في أمريكا مثل الجنسية في أوروبا هدية من الدولة، تنسحب في أي لحظة من أي شخص. وإذا تروح أغمج أروح أغمج وياك، وأنا مهتلف لا عندي جواز ولا عندي آني وأمريكي وما فتحت حلقي إلا بعد ما أخذت الجنسية. اهدأ شوية، اقرص العربيد اللي بيك، ومن تحكي احكي بأدب. آني تكتب لي رسالة تقول لي أنا احترامتك زايد، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يا سيادة الرئيس، خير إن شاء الله يا سيادة الرئيس يا أبو فاضل إيش راح يصير. زين، فنرجع إلى هزاع هزاع هزاع. هذا تاريخي، شوف هذا نان. هذا بيبيتي، وهذا جدي، وهذا ابن خالي، وهذا شو اسمه طرشانة غدرت بي يعني. اي ف ان شاء الله اسمع. اعطيك عطاءات لم اعطها لاحد من العالمين. راح يعطيك اعطاءات ما يعطيها لاي واحد. اي اجعل زيارتك اي في هذا اليوم، في هذا اليوم اجعل زيارتك، طبعا كله من خير، اجعل زيارتك في مثل هذا اليوم أغالما تروحين على الحسين وتقبلين بابه، اعرف بأنك دخلت الجنة زحفا. اسمع. طابت زيارتي من زارك كأنما زارني. نعم. لذلك من زار الحسين في يوم عرفة كان كمن زار الله في عرشه. اي نعم، يعني انتي من يزورين الحسين كأنه في عرفة. وشون راح نعل والديك؟ ايه كمل. شيء غريب، غريب. هذه عطية الله عز وجل. هزاع ما اقدر اعرضها. ولهذا ضيوفه في عرفات، نعم، ومناسك الحج. الله اسم عرفات لو عرفة، انا اللي عرفه عرفات كان رئيس في فلسطين. عرفة عرفة عجم يو في عرفات، عرفات ومناسك ايه؟ الحج. ايه؟ الله يترك ضيوفه ايه؟ يتوجه الى زوار الحسين. الله سبحانه وتعالى يعوف ضيوف الرحمن، ويعوف مكة، ويعوف ياسر عرفات، ويعوف الدنيا كلها، ويدير وجهه ويروح وين؟
الزوار الحسين. نعم كمل لنا مولانا لا أصمتك. أي. رحمته سلامه تحيته تشمل زوار الحسين في يوم عرفة ويخاطبهم. نعم. استأنفوا العمل يعني يفتحوا صفحة جديدة إلى هذا اليوم. كل ما عليكم ذنوب ببركة الحسين أنا غفرتها لكم. نعم. ثم يعرج على ضيوفه في نعم. عرفات. نعم. شنو منزلة عرفة الحسين؟ شنو منزلة الحسين؟ شنو زيارة يعني أني متأكد إذا الوضع بقى هيج فعد سنتين مكة تلغي ويسوون شقلبان يصير هناك. فأنت من تروح إلى عرفة الله يترك زوار بيت الله ويستدير ويروح على زوار الحسين ويقول لهم كل ما عملته من شقلبان في حياتك لقد غفرته لك، فما عملت ما عملت فهو حلال. وبعد رب العالمين يدير وجهه ويرجع على جماعة عرفة. يا بي الله يدتهم عافين. بس هناك يحكي بزنزاكة وإيه. هذه معجزة لو لا؟ هزاع وين وديت النسوان؟ دا تشوف هذا ايش قام يخلط؟ مصيبة مصيبة. اسمع حسين يحيي ويميت انا جبت لكم كوكتيل حسيني يعجبكم يعني للبنكة خلق جميعا بنظرة واحدة. ايه الحسين هو اسم الله العظيم الاعظم. اسمع الحسين اشرف من الكعبة. سمعت؟ أخاف ما سمعت. نظف اذنك قطناية هيجي. اسمع اسمع هزاع اسمع القنبلة. اسمع الحسين أشرف من الكعبة. اسمع. ولو لم يكن هناك حسين لما عبد الله ولما كانت كعبة. إذا قلت يا حسين أعطني الحسين باب الله هذا هو التوحيد. نعم هذا هو التوحيد. تروح لقبر المعصوم. اسمع تروح المعصوم تقول له يا حسين. نعم شفيني. شفيني ايه؟ يا حسين ارزقني. نعم يا حسين اقضي حاجتي. يقضي حاجتك الشان يعني قابل ياخذ بلبولك ويروح. لا مواقفه شويه. ايه ما حاجه انا مواني دائما نيتي زباله شو اسوي؟ ما تقول لي هذا تليفهم هزاع. ايه ليفهم ليفهم. اسمع القنبله مقاليد السماوات والارض بيده أمور الكون بيد الإمام سلام الله عليه. كما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إليه حسين راجع. والله من دان على أبوكم لا أبو بوش لا أبو أمريكا لا أبو ساعة السودة. شغلة واحدة أرجع وأعيد وأكرر من 2003 لليوم أكره بيها صدام حسين. بس شغلة واحدة خلى عمائم هذول الزبالات بالعراق. أقسم بالله يا صدام حسين تسمعني أنت وين هسه؟ لو كنت قاضي عليهم لما حصل بالعراق ما حصل. لا أبو إيران لا أبو شناوة لا أبو صاحب العصير والرمان لا أبو هزاع. هزاع هزاع وينك هزاع؟ جاوب هزاع. هزاع وين هزاع؟ أي هزاع هذا التاريخ. شوف هذا هيات يلا هذا أم حازم ما نورت يا حبيبتي على التيك توك حبيبتي عافت الجنة ونزلت لي على مود بس تحكي ياي. إيه هاك هزاع هذا تاريخي هاك ما تشوف؟ والله هاي الشغلة الوحيدة اللي أنا قلبي مقهور منها من الرئيس صدام الله يرحمه. لو ما مخلي أثر إلهم أقسم بالله العراق بعده باقي. شفتوا؟
صدام حسين ما كان قاعد على كرسي، كان قاعد على سبتتنك. الكرسي مال من السبتتنك انفتح، السبتتنك انفتح، من طلع هذولا هزاع شطلع الشجرة، يعني كلها أخماس وأزداس، يعني إذا طلعها هسه يصير فيوز بالجسمه. هزاع يعني أنا خرب تاريخي، هذا تشوفه تاريخي، هذا تاريخي ده تشوفه. هزاع مو وقت شجرة هسه. يا شجرة كريسمس انت دزيت لي شجرة كريسمس، انت داز لي ويلي الله اذا عرضها هنا انا ساسه ينطف البث. بس والله ازاع ازرقك هسه بقنبلة، هسه هذا قنبلة وسازرق لك اياها هاك. هذا التاريخ اسمع، الحيوانات تحدثت منها هذا الموضوع. الكلب تحدث اولا، الكلب قال السلام عليك يا رسول الله، سلم على رسول الله. نعم. ثم قال يا رسول الله ايه انا لست موذيا، ايه في خفية ويسبون علي ابن أبي طالب عليه السلام. شوف من ذاك الوقت ولدهم حازم خباثة يروحون يم رسول الله يقولوا ترى هذا يحكي عليك وهذا يسب علي ابن أبي طالب وهذا، بس قول ما احنا ما حكينا. ايه كمل اخويا. بعثني لتأذيبهما في الطريق. ايه النبي لما سمع هذا الكلمة ذولاك الاثنين وجهه صار اصفر، اللي يسب علي ابن أبي طالب سلط الله عليه كلبا ينهشه في قبره. أيه. ولكن نعم. بيان قضية واقعة من باب كشف الضباب في الدنيا صار قطتك المصدر المرحوم الشيخ الأرزبيلي رحمة الله عليه. المرحوم الشيخ الأرزبيلي، أنت سامعيكم واحد أرزبيلي أسستاني سبتة تنقاني فطياني خرياني خرب روح أبهاتكم، ما بيهم اسم عربي، يعني حتى ما بيهم هذا الحسين اللي يقولون إحنا من ذريته والحسين براء منهم، ماك واحد حتى اسم حسين. أرززائي وخميني وخامنئي وطرقعة وسستبت تنقاني ونعالاتي وصدر وديس وبلبول، ماكو والله مجاري وانفتحت نعلة على أبوك بوش. رسول الله التفت إلى صاحب الكلب قال له أحسن إلى كلبك خلص ما عنده شغل بيها دخل بالبيت، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عنده شغل عمل يحكي ويا الكلب يلا أنت يلا خلص بعد يا يعني. شوفوا سووا بالإسلام، يعني نبي الله اللي يوحى إليه ما عنده شغل عمل، عايف القضية الإسلامية وعايف الإسلام وهذه يحكي له وياك اللي بيقول له روح. يعني من أقول لكم عالم الحيوان ما حد يصدق، يعني شلون هزاع هذولا تجيب الباصات من الأولمبية تحطهم بالباصات وتشد عيونهم، ومن تشد عيونهم توديهم على مزاعة ويجيب لنا ذاك الرجال يقعد تقول له عندك واجب، ويجينا على مزاعة هناك ونخليه يغني ونراويهم بأنه كيف القيادة العراقية تشتغل في الوقت الحاضر وفي الوقت الماضي. الله يطيح حظك بوش، الله يطيح حظك بوش، نعلى على والدك بوش. أخ إيه الرجل الكافر قال يا رسول الله أنا كافر إيه؟ ولكن لست أقل من كل هذا الكل، سلم عليك بالرسالة وقال السلام عليك يا رسول الله، إن كان هذا وقع يقبل رجلي رسول الله ويدي إيه؟ وقال أشهد أن لا إله إلا يعني كلب خلى واحد يسلم. جاني واحد ابو بلابل سود، يعني انت البلبل مو الشمر مو ايه يعني هس ازع اسبوع هذا تخابوا لا ما تخابوا دزلوا واحد من موافقين تقولوا عنده واجب ويجيبوا على
قصر عابد، ومن هناك تاخذه على مزرعة يغني، وتوديه على يضوانية زينه صفر، ومن تخلص وزينه صفر حط راسه بالمنقنة وتطعج وتنعل والدي، وهم تبقى البهاتة بعيونه. ايه كمل. شو شاء الله مالت ال... ايه اسمع انسان والله هذا الشيخ من عندهم سبع ثمان سنوات كنت اعتقد ان المرجع عالم اسمع هذا من هو بيهم ايه وعالم في الفيزياء هذا من هو بيهم وعالم في الكيمياء ايه وعالم باللغات وعالم بالقرآن ايه وهو جو الله بشبر والله كان هيك مفهمي ايه انا شخصيا واسأل امام الله ايه مو انت مطي حبيبي طلع ايه فاسد في الدين والعقيدة نعم انت تصور ايه وحق هذا كلام الله ماكو دليل على الخمس اه اجاك حتى ابو البلابل السود ياخذون الخمس كما البعوضه تمتص دماءنا بلابل سود تفضل واذا اعطوني دليلا على الخمس والله انزع العمارة والله انا هم انزع ماكو دليل كذابين وما اروح للمزرعه بعد لو جبتوا لي دليل على الخمس اخلي هزاع ما يودوه على واجب ولا يجيبوا عن مزرعة إذا أعطيتوني دليل واحد بأنه هذا إيه قل لا ها هزاع وين وديت النسوان أدري قلت لك وين النسوان دزيت لصورة مال شجرة عيد ميلاد بس إذا طلعتها الشعب يصيح يا أبو فاضل يسوي انقلاب يعني هو فعلا هاي الشجرة راح نخليها بالعلم مالتنا مالت الحركة حركة 69 المباشرة واللي الشعب ينادي بيها هاي الشجرة يعني شجرة أول شيء مقدسة الشعب يقدس هاي الشجرة يعني 1000% إن كان على دينك على مذهبك هذه الشجرة تجمع وما تفرق أي هزاع الشجرة هي راح تصير بالعلم تجمع ما تفرق ايه شو مصيبة انا عجبني سيد المقاومة تعرفون يعني بهذه الايام السيد القائد العام في ذاك الوقت للقوات المسلحة الايرلندية في العراق مختان العصر ذبابة القرنفل قائد مصارين الهايشة رمز الأمة السيد مختان العصر نور المالكي راح نستذكر كلمات الرنانة اللي خلى أمريكا بعظمة هذا تاريخي شوفه أمريكا بعظمتها تصحف وتهرول وتتوسل بنور المالكي بس يوقف الهجمات على الأمريكان وخلاهم ينسحبون من العراق مهزومين تالي الليل وبهذه المناسبة الكريمة وبهذه الأيام المباركة نعرض عليكم صوت مختان العصر نور المالكي الذي هزم الأمريكان نستذكر هذه الكلمات اللي أرجو من عندكم أن تخوطوها بلابلكم وتعرفون وين شمروها لو أي. ما انسحبت القوات الأمريكية اسمع وانتهت المهلة أي. مات الاتفاقية وما انسحبت نعم قلت ليوم 31/12 نعم 2011 نعم الساعة 12 دقيقة منتصف الليل منتصف الليل قال القائد القوات الأمريكية بالعراق لزم بلبول هادي العامري قال أقسم لك بهذا البلبول اللي هو إيراني خط نخلة وفسفورة
12 ودقيقة هذا اللي راح أسوي. اسمع 12 ودقيقة إذا ما انسحبت أعلن المقاومة وأنا رئيس المقاومة. سمعت؟ يعلن المقاومة وهو رئيس المقاومة. اتصلوا بوقتها بالرئيس الأمريكي فقال يس هلو ذا بريزيدنت هير. سمع من ذاك اسمه واحد بالانجليزي ده يصيح يا ابو فازل يا ابو فازل، ما يعرف بعد، مو تعرف اللهجه مالتهم والاكسن مالتهم غير شكل. فالرئيس قال له هو از ابو فازل؟ فقال له قال لك وش اسمه زعيم مقاومه قال اذا 12 دقيقه باقين هنا امحيكم. فقال له عمي راسا انقلب انقلب هذا الرئيس الامريكي. قال له عمي هاي استافات للعباس توني سمعت من عندك، جيب الامريكان مالتنا وتعال. ومن ذاك الوقت لليوم العراق تحرر، تحرر من الامبريالية الصهيونية الدرنفيسية العالمية، وانتصرت جبهة المقاولة والمماتعة في العراق، وازدهر العراق، وإسراء أخذوها للمزرعة وجابوا ذاك يقولوا له غني له. إسراء قعدت بالمزرعة وقال روح جيبوا ذاك خلي يجي واجب، ها، وراح غنى هناك. فهذا قائد المقاومة قال هالشكل. قلت له نعم. أه. هو وصل الخبر للجماعة هناك قالوا للمالك يسويها. سمعتوا؟ وصل الخبر لهناك. فالرئيس الأمريكي ارتعب، ارتعب وقام يحكي بالإيرلندي مثلهم، يعني ترك بعد I'm the president I am ماكو، قالهم أقول لكم خالي هذا صواب براسه ومشور بيه السيد، كابو يجيبوا الفريخات من العراق وتعال. قام يحكي إيرلندي مثلهم، نسى أمريكي ما أدري شنو، قال سحلوا الفريخات وجيبوهم وشفونا شر هذا المسودن. ومن ذاك اليوم لليوم العراق من نصر إلى نصر، يعني عبروا من سوريا إلى القدس، الإسرائيليين طفروا على اليونان، حرروا القدس، حرروا فلسطين، رجعت. أنا دا أشوف الخريطة هسه مكتوب فلسطين العربية، ماكو شيء اسمه إسرائيل بعد. أبو إسراء معاف، أبو إسراء أبد معاف، قال أبد اليونان كان أمير المادري شنو ابن خالته للبلبول الكبير كان مدفون هناك، نروح نحرر. أخذ المقاولة والمماتعة وعلى اليونان، وكان يرفع الراية، راية الانتصار. اليونان صارت بلد مسالم، مسالم. انهزموا الإسرائيليين، راحوا القبرص، حلف أبو إسراء قال ما أتركهم لو يطيرون للسماوات. أخذ قبرص بشرقها اليوناني والتركي، أخذهم اثنيناتهم وأعلن الجهاد وقال خلاص احنا حررنا اللي نريده وماكو إسرائيل بعد، والمقاومة نجحت، وجمهوري إسلامي إيران دعمتنا. لك عيني نوري مختانة، لك يومية تقعدين ويا السفيرة، يومية تبوسون قندرتها، هذا محمد الشيع الأرجنتيني يومية السفيرة قاعدة يمه. إيه والله هذه يعني الإسرائيلي أبو إسراء قال بس بطريقة الإيرلندية، قال هذه السفيرة الإسرائيلية أجعص رأسه بالمنجنة، هو طبعا ما يعرف شنو المنجنة بس يعني هو هيك يقولها. نعلى على والديك بوش، نعلى على أمك وأبوك يا بوش،
على هالدقة اللي جبت لنا مع عباس سفيرة أمريكا حطيت لنا إياها، تشبهني بس بدون لحية، وهو طلع بالأخير طلع رجل متحول، بشرفكم رجل متحول حاطي سفيرة هذه. زين خاب أم جعفر، أم جعفر الوكيلة مات السبتة تنقاني، أم جعفر طابط على والله حكيت أنا ويا السيد بس لحد يسألني أسئلة سياسية، احنا كنا نناقش الأمور الدنيوية باعتباره هو مثل بابا الفاتيكان، لك بابا الفاتيكان وين والسبتة تنقاني وين، بابا الفاتيكان انت شوف النظافة مالته، شوفوا شكله شلون يلمع، مو واحد قاعد كنا جني، ولا هو ولا أبد جني، يعني أنا بالتلفزيون شفت الصورة الريحة طقت بخشمي الخيسة. والله احنا ما نريد نحكي سياسة، رحت اسمعوا جماعة السبتة تنقاني، خلي اشوف هذا الفيديو انا كنت ادور عليه من زمان من ايام النضال. اي وين صار؟ والله جماعة اللي يقولون السبتة تنقاني ما يتدخل بالسياسة، هذا وكيل المضجع الأعلى سبتة تنق الأمان اللي اشتغلكم فرنسي من 2003 لليوم، هذا عبد الهتلي الكهربائي، هذا وكيل المضجع. اسمعوا ايش قال بداية يحث سماحة آية الله العظمى اسمع. السيد علي الحسيني السيستاني اسمع اسمع دام ظله الوارث ايه. جميع المواطنين العراقيين ايه. على المشاركة اسمع اسمع الواسعة اسمع. والمكثفة اي نعم بالاستفتاء على الدستور ايه. والتصويت عليه بنعم اه. يعني هو الاستفتاء الاستفتاء والتصويت عليه بنعم، هذا ما يتدخل بالسياسة، عمت عيني علي ما يتدخل بالسياسة، وقال زوجته تتطلق منه اللي ما ينتخب خمسة 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 يموتون على شيء مدور، يموتون على هزاع، هذا تاريخي هذا شوفه زين ها ها. يعني ما حكيت هذا، يعني هذا وكيل المضجع مالتكم اللي تقولون هو رجل دين قاعد لا مسوي شيء ولا أبد ما مسوي شيء ما يتدخل بالسياسة. زين هذا مو الوكيل مات المضجع مالتكم دي يقول المضجع أبو بلبول اللي ما عنده بلبول يقول صوتوا على الدستور بنعم، ليش؟ لأن أحمد الخابط الوكيل ما سبتة تنقاني كان عضو في لجنة تحضير الدستور، يعني ماخذ أوامر السبتة تنقاني قال له تحط هذه الألغام بالدستور حتى ننعى الوالدين هذا البلد أكثر وأكثر. فطلع عبد الهتل الكهربائي وكيله وكيل المضجع كم مليار أملك، يعني أنا استوني مضجع بعدني بترابي، من أصير مضجع ماشي شوية أصير ملياردير، لا تخاف مو هسه. زين هزاع وين تاريخي؟ هذا تاريخي، شوف حال قال هذا جدي، هذا الطرشانة اللي خانتني، هذول ولدي هنود، هذول ولدي هنود، هذا السيارة مو ماتي، هذا أجرها أني، أنا مين الفلوس قابل أنا أبيع زنود الست ولفات فلافل هالطولها ها؟ هاي قابل مين يعني يا أخويا. فيقولون المضجع ما يتدخل بالسياسة، ما له شغلة بالسياسة، صوتوا على الدستور، ليفوا خواتكم جيبوهم للزيارة، صوتوا خمسة خمسة ولا أسوي لكم تقلبان زين، وطابة عنده بلاس خارت طالعة منه بلاس خارت،
رامسفيلد طاب عنده روبرت دانيرو ما أدري شنو طالع من عنده، بول بريمر رايح رسائل طابة رسائل طالعة، هذا ما يتدخل بالسياسة. شابويا إذا تدخل شاشين يصير، وهذا كله ما متدخل، وشون يتدخل ما أعرف، لا صوت ولا صورة ولا طواطة ولا أبد، قاعد يم علي بن أبي طالب وما فد يوم زاره. والأحلى من هذا أريد أسمع زين أخوان، أني اعتبروني مو مسلم، اكتبوا لي أركان الإسلام اللي يتكل عليها الإسلام شنو هي؟ واحد شنو؟ لا يا كفرة، هذا وينه هذا؟ الصلاة عافية، الشهادة، الصوم، نعم شهادة، اي بعد الزكاة والحج، تمام. جيبوا لي مرجع واحد ومنهم هذا السبت تنقاني رايح للحج، اكو مرجع رايح للحج؟ ماكو ولا واحد، لان ما يعتبروه مكة لهم. زين ملايين تتبعه، طلع فد يوم قال عمي سماري يزور علي بن ابي طالب، ودوني للمزرعه وخابروا ذاك الرجال خليجي واجب يغني لنا السهم، حتى هاي ما تقدر لها؟ ها هزاع، هسه المرجع ما يريد يطلع للناس، خلي ياخذوا للمزرعه ويجيبوا له ذاك ويغني له، شلون شغله هذه؟ هزاع وين هزاع؟ زين يقول للموالين مالته اذا تمرضت هذه قد حبه العدسايه من تربه الحسين ويشفيك، بس هو اذا تمرض اكو طياره خاصه مجهزه مستشفى كامل توديه لندن. زين مو علي بن ابي طالب يمك، خذ لك تربايه وحطها بالصندوق الاسود والطيب. هزاع هذا تاريخي، هذا شوفه، هذا وينه؟ اي هذا الاسد، شوف هذا اسد بابل جدي، انا عراقي، انا عراقي، هذا شوفه كله صوش البعث، صدام حسين اي قول لا. هزاع هزاع اسمع هزاع، جبت لك قنبلة، قنبلة جبت لك هزاع، قنبلة لك. والمراد من معنى الله في القرآن أي هو علي بن أبي طالب، سمعت؟ المقصود بالله بالقرآن هو علي بن أبي طالب، هذا مو إنجاز. هزاع هزاع انت مو عراقي، انت مو عراقي، مو عراقي. زين انا شوف هذا اسد بابل يثبت عراقيتي، ها شوف تاريخي هذا وينه، هيك ما اعرف، المهم هذا تاريخي. زين عندي 4 كاسيتات من كان المسجل خشب، اجيب لكم اياه واشغل لكم اياه، اوديكم بيدي للمزرعه. زين فا اي اسمع اسمع هذه القنبلة الثانية. ربنا يوم القيامة، نعم علي علي عندنا خالق الكون، نعم بعد اكثر شو تريدون؟ كمان حكيت المضجع هزاع
أزع هذا التاريخ كله، هذا شوفه، هذا أتحداك زين. أني مكتبي تذكر النهضة، أم الجيمر، أبو الشاي، أني بالنص قطعة شكبرها، ويجوني يعني بس يخابروني يقول تعال طالع عندك واجب، وروحاني بالش اسمه، واتحداك هزاع إذا فد يوم أني سويت حفلة بغير المزرعة. وهذا تاريخ، وينك هزاع، هذا تاريخ جو الباطات، كله تاريخ هذا. قول له أختي سارة أنا إيش عندي، يعني أكل جري، أنا الطريق كله ترى من الجنة لهنا أنا أكرس جري وأشرب مي جري وأشوي جري، ما خليت جرية بالسماوات والبحر ما أكلتها لحد ما جيتكم هنا أنا بكل سلامة. ما أريد أذكر أسامي هزاع، مو من الإنصاف أبد. أتحداك تجيبني فد يوم أني يعني أني بالمزارع، وبحياتي ما غنيت الصدام حسين، بس أغنيتين، بس أغنيتين. مجبور أول واحدة انجبرت بها، لأن انطردت 3 سنوات من الإذاعة والتلفزيون، وقلت خلي أسوي أغنية وهذه وغنيتها. وبعدين الثانية اللي واقع على مود شوية هذه، واشتغلت المزارع. كفارة هزاع؟ خوما كفارة. هسه صوت صدام، لو ما صدام كان اي بالقيادة والهذي. المهم اني تاريخي معروف. حبيبي علوش هسه شفتك والله العتب على النظر، تعرف ميت واستوى صاحي، فاعذرني انا كنت يعني فوق وصار لي كم يوم ميت. تعرف المعكرونة زين، فعلوش حبيبي، اي والله حبيبي علوش كان عندي معكرونة ومتت وصعدت للجنة، والشغلة مو سولفتها بالبداية. ترى كل من يقول لك الجنة وهذه ترى تنضرب بوري، كل ولد محازم هناك، كل قاعدين وهذه لابسين خضر حدايق، كل حدايق وهريسة. أقولهم وين إيش اسمه، وين الحوريات وهذه، يا بذن الحوريات، أشو الحوريات يخوطن إيش اسمه، وذن العلويات قاعدات وهذه يا بليش ده تبتشون مو أنتم بالجنة يا أبو فاضل. يا أبو فاضل براحتكم عيني ابتشوا. أي فواحد شي يسوي، ما تقول لي أي والله كلها لابسات عليك زين يا بوانا، مو شو اسمه، مو هو يمكم لحسين سيد شباب أهل الجنة، كل المعصومين والأولياء والأنبياء والأطهار كلهم هناك، ليش تبكون؟ ما نقدر، لازم نبكي يا بس، ليش تبكون؟ ليش حياتكم بالأرض كلها قضيتوها بكي، زين هنا ليش تبكون؟ ما يفيد إلا يبكون. تقول له مبروك جاء، تقول له يا شبيك ليش تبكي، دايس الدقمة 24 ساعة، تيجي تقدم لي جو قدام المحقق تبكي، ليش تبكي، ليش حبيبي، ليش 24 ساعة تبكون؟ ولد محازم خير بدينكم، وين عندكم دين انتو؟ اي خلينا نهفكم بقنبلة بعد. هزاع وين وديت النسوان؟ ادري شوف اي دباوة على الشجرة، هاني والله دباوة على الشجرة هزاع. بس شراويها الله، شراويها المجتمع كله يجهش بالبكاء بعدين. اخ يا ابا شلون شغلة، ويقول لك ليش تحكي، ليش تفتح حلقك. اي فما ادري شان يقول، كنت اني وقاسم السلطان
هاي قاسم السلطان كان مصور اغنيه ايه؟ لصدام حسين الله يرحمه. اها ها اغنيه لصدام حسين الله يرحمه. بعد مره خلي حتى قاسم السلطان كان مصور اغنيه لصدام حسين الله يرحمه. اول نيابه صدام حسين الله يرحمه. اوف ترى قويه زين. هذه القران قسما بهذا القران الذي انزل على صدر محمد صلى الله عليه واله. نعم ان الخمس واجب. اسمع خمسه واجب. نعم حق هذا كلام الله ماكو دليل على الخمس زين. وحق هذا كلام الله دختان الوضع شنو هذا خرج على يا هذا منو دي خابر علينا خلينا نحكي وياه حتى ناخذ اتصال نشوف. الو نعم السلام عليكم. شلونك دكتور؟ عليكم السلام ورحمه الله. التاريخ دزيتك يا عده اشكال. اي تاريخ منهم؟ ها دزيتك التاريخ. هذا تاريخي. هذا تاريخي اشوفه وين ما ادري. المهم انت تشوفه اي. هزاع وين النسوان؟ هزاع هزاع شوف حتى الجماهير الأمة العربية تدور على النسوان. هزاع جابوا لأخونا مسوينهم 69 كلهن؟ كلهن 69 ما خلى شيء إلا 69. بس الغالبة أروج 69 بس العالم ما تعرف 69. لا ما مو احنا نثقف الشعب بهذه الحركة لنثقف الشعب لنعلمه شنو الحرية والديمقراطية وعلامة 69. هزاع شوف يعني ناس أقول لك ترى ماكو شيء عبر المخابرات صح لو لا؟ 69 هم ترى هم دويره ويلي الله اي بس ماكو شيء قبل المخابرات زين؟ اجانا واحد اجانا واحد اي الرجل دا يقول لك ضابط مخابرات ودا يتكلم لك بالتفاصيل ودا يقول لك بذاك الوقت ياخذون على الخبرات وهذا عمي هسه احنا نكذب. هذا يوتيوب اكتب فاضل البراك الاول على الدوره شيعي ماكو كان بذاك الوقت انت جبتوا لنا اياها ولو هي ما يصير راح هو الله يرحمه راح خلي يسال منو عبد الزهره شبح منو شغل طالب السهيل هادي حسوني من الناصريه اي خلي واكو من النجف واكو من البصره ومن الكوت من كل العراق ابويا ستعلمني بس احنا شو نسوي؟ شو نسوي؟ هاي التجاره صارت هيجي ومو من شهامته ترى مو من شهامه الرجل مهما كان عدائي مع اي شخص من مات مالي شغله بيه بعد هي هذه الرجوله ولا غير شيء؟ احترمت من اتصلت احترمت القناه واحترمتك واكو هو ضعيف انت هذا حريته هو انا بالنسبه لي حتى في من مات الخميني صدام سنقر بعد ممنوع حد يشاهد بالضبط اما صار بيد الله بالضبط بيد الله هو ورب انجاز فاحنا الهم ما الهم وعليهم ما عليهم راحوا يوم رب العالمين صح حسابهم يوم رب العالمين جزاتهم يوم رب العالمين لا مو ما حتى ما نحكي على انسان ميت اخويا حتى ما ان حق ليش لان الميت صار مثل الحائط يعني تحكي ويا حائط شايف لك حائط ورد عليك شوف هذا وين وصلنا الى هذا التخلف دائما عندنا شماعه دائما نعلق عليها اخطائنا احنا اخطائنا اي نعلق على فلان وفلنتان وعلان على شنو انا عندي شيء وياك اقول والله فلان شيء فلان شيء فلان شيء ونشوف وجه ما بالضبط ما اريد انه اقول شيء راح انتهى بعد انا ليش
نشلل بيه. إيه بس أنت 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 دا تشوفني؟ إيه بشوفك. إيه دا تشوف هذا تاريخي، شوف هذا، هذا اسمه هذا أسد بابل. أنت 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 مو عراقي، أنت من لهجتك مو عراقي. ما اعرف انت انت مو عراقي، لا انت جماعه صدام، انت انت مو عراقي، بس امشي مو ارجنتيني. اي انت مو انت مو عراقي، انت صدام كان يدفع لكم سواكم وفضلكم فوق انا ويا كل شيء خطيه صدام، والله صدام يا بشك الذنوب عنده راحت وحق الله. لا عمي رجل مات، ما يعني إذا هو مو عراقي فإحنا جبنا اللي خلينا 41 سنة يحكمنا مو عراقي، كلام صح ولا غلط؟ طبعاً. إيه؟ أنا أكو شغلة أنا مسويها ولو ما يعني من الاحتلال من اليوم. إيه. قلت لك يعني حتى شواربي ما أعرف بيها مزينها. أعرف أعرف. دائما أقولهم أغلب العراق وأغلب هذا بعد ما ظلت شو أعرف أغلب لا توجه. راح. ما واحد واحد شيء سوى مجنون. احنا مباوع، احنا مباوع من نشوف هاي الوضعيه، وما ولو هي يقول ما بيدك شيء، بس على الاقل انتقد، اقول هذا كذا هذا كذا كذا، هاي ابسط الامور بلسانك، ما تقدر بيدك بلسانك، وهذا حديث نقلب، بس نكتب بقلبنا، نكتب بقلبنا، مو راح تطق حتى الشرايين تسدد وتطق. والله يا اخوي يعني تتذكر أني قبل سنوات من قلت المنتصر يكتب التاريخ، فما من كنت فقرة الله يعني دائما ننتبه لها، دائما المنتصر يكتب التاريخ بما يهواه. ليش احنا نقول هسه نريد من كتابنا من مثقفينا انه يدونون هاي الاحداث، يدونون اللي هنا واللي عليها. اي بس يتجرد من كل شيء بالضبط، التجرد يعني. التجرد انا يعني عجبني يعني اتابع عام سليمان الجهوري لما كان ايضا يعني بيسرد قصص حلوه، وحتى هذا الثلج نعم وبرنامجه ماله حلو. هذا اجيال بعد تجي تعرف شو صار ما صار، منو راح منو جي منو قدر منو. والله يا أخي بعد كل واحد واللي بقلبه، مو الله ما يعرف، بس الله يعرف شنو اللي بالقلوب وليش، لأن صارت تجارة، هذه القنوات صارت تجارة. في وقت عندنا واحد مهندس نفطي بالنفط، فيقول صار اجتماع ويا الله يرحمه صدام حسين، فقلنا له إنه عندنا حقول يعني بالذات الأنبار فيها حقول مو طبيعية من النفط ومن الغاز. نعم. قال من أحد الصرف هاي أكو أجيال قادمة، شو تجي يعني إذا كلها طلعونا هاي الأجيال اللي تجي شو قالها؟ بالضبط. يعني إحنا تاريخنا بنزوره، ماذا نكتب على حقيقته، ماذا نوعي أولادنا، ماذا نوعي أحفادنا، ونعلمهم تعليم زين ونخليهم يكونون قدوة. يعني هسه حضرتك قاعد تتكلم من 2003 لليوم، شفت تزوير التاريخ ايش قد صار؟ زين انت كيف تريد تقنعني ب 1320 سنه هذول القلقله وروايات وهذه، تعال اقنعني بيها، شلون الروايات هذه؟ يعني ب 20 سنه زوروا تاريخ. اي هذه مهمه، 55 يموتون عليها. مسند 55 اي قبل عندنا مسند 104 ولا 102 لا هذول 55، اي شيء كل دوائر، اي شيء دائره بي مسندهم 55 اي دوائر يموتون على الدوائر. يلا الله يحفظك، فرحنا بصوتك مره ثانيه. لا والله أنا شو اسمه أنا كنت مريض أنا اليوم ما الله إن شاء الله والله مع كورونا ضربتنا مع كورونا. إيه هاي اليوم طلع صوتي قلت خلي أطلع و
اهتف. واذا بدك تشوف واذا بدك تشوف هذا تاريخي، بدك تشوف هذا كل هذا. بس هو اشوف التاريخ الدزيتي كذا. ايش الله حبيبي حبيبي. هو هذا الزين يعافي اهم شيء هذا. اي هذه ان شاء الله هاي نطبقها بحركه 69. اي تمام. الله يسلمك ابوي، الف شكر. اي حبيبي مع السلامه. الحمد لله صدى الحركه قاعد يوصل الى العالم السفلي والعلوي، وحسب توقعاتنا للانواء الجويه باكر يقولون عندي واجب بالمزرعة، بس شوية صوتي تعبان. هزاع هزاع وين النسوان؟ اليوم هواي ناس غايبين، بس واحد شي سوى. أنا أعرف أنتو كلكم تروحون على ذاك، للأسف مع الأسف مع الأسف. والله هيك الدنيا، ليش هيك؟ ليش بعتونا؟ هزاع وين وديت النسوان؟ ادري انت دزيت لي صوره، بس انا شو اسوي بيهن؟ هزاع جبت لك قنبله تاريخي. هذا تشوف اسد بابل، هذا اي الساعه يعني ساعه بغداد جبتها. زين يعني شو اجيب لكم بعد؟ اسمع هناك حجيه حلوه مولانا. اسمع قال يصير الزوج الزواج اسمع انتو بس شوفوا الشكل مالته، يعني مو شيخ بالطوايل، يعني تاريخه مشرف، يعني تاريخه هذا شوفوا هذا تاريخه مشرف، يعني تاريخه اخ يابا. اي اسمع هم ما يصير هم حرام ما يصير. اي هذا شوكي لبس الاحرام، بس اذا انت بالمدينه وياك وحده مثلا عزبه او ارمله مثلا. اسمع هذا يقول له هذا من انت بالحج وتريد تسوي شقلبان، شو تسوي؟ يعني بالحج ماكو مزارع هناك حتى واحد يجيبوه يغني لنا، ما يصير حرام. اي جوز هذا ما بيش. اي هذا من الزينات. اسمع اي من الزينات، سنه رسول الله مولاي ما بيش. المتعه سنه رسول الله، شلون ما اعرف. أي المهم ما بيش، هو اللي يسافر شو يسوي؟ أي احسن يطلع بالحرام؟ لا طبعا لا لا. وهي هم مره متغربه مولانا، هم متغربه هي، هم العين بعيد عنها والله، يعني الحديقه ما تسقيها يعني ما تخضر، بس واحد شي يسوي هي هذه. اي مولانا نعلى على والدي. هسه انا مرات اتابع بعض الاخوه اي نعم اللي يروحون للعمره. اي هسه منعتهم ايش مرات اسلم اكو حيده غير محافظه ما رجعت اذكر اسمها، زوجها ضابط كبير وميت، كل عمره هي تمشي مولانا. اي وتشرط شرط على القافله، تقول مريض غرفه الوحد. اي شو تقول انت؟ هذا يعطيكم شرح مفصل. اي ها يا والد كيف يعني تزني حلال. اي المهم نعلى على والديك بوش، نعلى على والديك بوش الف مره. منا الامريكا، ومن توصل امريكا تنزل بالمطار تاخذ تاكسي لذاك البيت وتقول له وين المزرعه وتخابره يجيك واجب. يعني اي لازم منه حطت لك قلب واي وش تحصل؟ اي بس اجي. اي سوي الواحد شاطر ابو حيدر. يلا ابو حيدر. اي هاي المرة اللي يروح وياها اللي تبيع هناك بالسعودية، بس يقدر داء الزوج متعة. اي ومعتهم حرام هناك، طيح بيت ورطة، دير بالك من عين ذني. اي اي وعبالك كيفت. اي يالي يدري يالي عرف يدري عتا غرفة الوحدة عتا تجارة ما ادري شو تبيع مولانا يالي. اي مولانا ها؟ انت بس شوفوا شكله رحمة الله تشوفه. تطلب زواج ما يا معلومة الحج، بس هي هيك شروطها يعني. شروطها أنا سامع مرات، وهذا ابني زين. هم يقولون الله جميل ويحب الجمال. ايه المهم عنده قافله، اسمع مني خابر يقول لي غرفه الوحد.
كل حكيهم كله تقلبان، اهم شيء تقلبان. ابو فرحان، ابو فرحان اسمع، لا هي رجلها ميت ما حد يبسطها، لا ما حد، رجلها ميت لا ما حد باسطها، تقول مقتوله يعني باسطينها بعصه، اي لا بعصه، باسطينها بعصه، عصه بامك، اي اي ما حد باسطها. اخ يابا هاي خوش، اي خوش شفت تحول زين، شفت. ف راح ننهي السهرة معاكم، واشكر مرة ثانية كل الأخوة والأخوات الأحبة اللي سألوا عني بهذه المعكرونة اللي صارت علينا، وأقول لكم أني باقي وأبقى على نفس نهجي، ما أتغير لا ويا زنود الست ولا ويا لفات الفلافل اللي هطولها، يقول هطولها لفات الفلافل، هطولها صمون عراقي وفتحة رقم المحل 909. زين منا يقول الله يرحم صدام، شوية مشت ويا الأمور قال لك هاي لا خلي أسوي شغلة ثانية، أسب صدام تجيب لي أكثر، وهزاع هذا تاريخي، وأنا أشوف هذا كل تاريخي هذا، ومكتبي موجود بالنهضة أم الجيمر بصف أبو الشاي، أنا بالنص قطعتي موجود، روح اسأل واعرف وكافي تتدخل، أنت مو عراقي. زين ايه أشكركم، ومو كل من قعد حكى له حكايتين من دولة وجاب له كم قزم هنانا وهنانا وسوى له كم فيلم، ومو ما اتكلم على صدام حسين الله يرحمه، بس من تسمعه اقعد حلل هذا الكلام اللي قاعد يحكوه، من اجى هذا السيد الفريق وهذا السيد العميد، يعني السيد العميد والفريق، وهذه مو انتو كنتم اذا بهذا الرتب يعني كنتوا تلحسون عالات صدام، بس انتو كنتوا مشغلين التقية وانتو تقولون ما كان صدام حسين يجيب، مع احترامي لهن بالجنوب والوسط ما كان يجيبهم، لا كان موجود بكل دوائر الدولة، المخابرات، الأمن، الناس اللي تسمعني خلي تحكي، انتو جبتوا التفرقة وانتو السموم اللي توزعوها وانتو سبب كوارثنا بالعراق، ولهذا بلدنا ما دي يرجع، لان كل ما نحاول نوعي جهة معينة وبلشنا نوعي يطلعوننا كم حثالة يقعدون يفلشون الاول والتالي على مود يرجعونا نقطة الصفر، وهذه العمليات ترى كلها مدروسة. اني هسه طالع صار لي 20 سنة برا مثلا، دا اقول لكم طالع زين، ما تذكرت اس الا هسه صدام حسين مو خوش ادمي، دا اعطيكم مثل مو خوش ادمي حشا الله يرحمه، انا ويا عراقيين، انا دا اتكلم على رئيس دولة حكمك، ترضاها ما ترضاها حكمك انت وابوك واهلك وعشيرتك، اذا هيك زلمه ما شفناك ثرت عليه، وانت تقول من 18 سنة انا قمت اشوف الصح من الغلط، زين اذا انت هيك بطل الصح والغلط من يدزون عليك بالمزرعة ما اروح، خل اشوف البطولات بعدك، انت كنت تروح كيف لها تروح، واسأل اسماعيل الفروجي حكى لي ايش كنت تسوي ويعرفك، وقال ما كان يسوي شيء عدي انت ما تجي تسوي تلبسه، حتى السدارة حطيتها فوق راسك، انا ما تشبه بالش اسمه بذاك، لا انا يقول بغدادي، لقعد لك لقعد بغدادي
كل شيء بوقته حلو. هذه عمليات ناس يدرسوها يفلسون. صارت تجارة اليوتيوب والتيك توك و... إيه؟ اللي مو سياسة اللي مطلع صدرها ومطلع الصندوق الأسود، واللي حشاكم قاعد يقود بالتيك توك وبالمعرف وين، واللي يحكي باسم العراق وحركات ومن نحكم. لا متأكد راح يحكم. حطوا عينكم بعين الله، قلت لكم وأرجع وأعيد، هذا البلد ما يرجع بعد، ما يرجع. أما تقوم ثورة من الشمال إلى الجنوب وينطبخون زين في بغداد ويمسحوها مسح لهذه المنطقة الخضراء، هذاك الوقت الشعب توحد وهو لا لطيف ولا علان ولا فلان يجي يحكم، هم اللي بالعراق يجون يحكمون. احنا اللي بالخارج ما شبعتوا من اللي جوكم من الخارج؟ يعني لا اريد قيادة ولا ابد، اريد ارجع البيت اللي اعظمية وخلص، بيه شي لا طالب منكم ولا اريد شي ولا اريد حركة ولا هذه حركة 69، هذه حركة الأب القائد هزاع. هزاع وين النسوان؟ هزاع وين النسوان؟ فهذول الناس يومية طالعنا واحد، يومية طرطور جديد، والمصيبة الزعاطيط، والمصيبة هم ثلاثة أربعة يتصلون بي، وتعال شوف المثقفين وشوف المثقفين مالتنا. لك أنت تدخل من تبدي البرنامج لحد ما تنتهي تسب وتغلط وتفشر. هزعني تاريخي معروف، يعني شوف هذا، شوف هذا، هذا فوق. أنت لو أدير الكاميرا ستشوف هذا تاريخ. السقف كله مغطى، هذا هنا الميز هنا، هذا أنا قبل دولة قلت لك دولة كلهم كانوا يمي. هاي شوف تلفزيون الأثاث الحياطين كلها تاريخي، وعندي أربع كاسيتات. هذا الكاسيت مال شو اسمه من كان المسجل الخشب، تتذكر؟ تريد تسمع صوتي؟ بس أنا صوتي مو زين، يعني المعكرونة مأثرة علي، بس أوقف من أرجع بس لا تخابر علي وتقول لي عندك واجب بالمزرعة. زين أنا ما غنيت صدام حسين بس مرتين، من انطردت من التلفزيون 3 سنوات لا شغل ولا عمل، زين غنيت أغنية صدام رجعوني، وأغنية الواقع، وبعدين رحت أي صح وهزع صدق. يعني أربع كاسيتات تاريخي هذا، من كان الطهور عض ماكو مقص، عض كانوا يعضون بالطهور. يا عيني حبايبي يومية طالع لنا واحد تاريخي وتاريخي، وانت مو عراقي، وانت من هو حتى هذا عراقي وهذا مو عراقي؟ كل من يخالفه انت مو عراقي. اقعد واسكت، اقعد واسكت. هسه باكر طبعا ذول الخياس جماعته هنا كلهم قاعدين ينطنطون باكر، وبالتالي هذا راح احكي عليك، هذا احكي عليك. شايف شو اسمه؟ ماكو مجموعه مطلقات وقاعدين سوا يقعدون، وحده تحكي على فلانه وهذه راحت وهذه جتي وهذه، فتساعتين يحرقون دين العالم، ومن دي يريدون يروحون. يعني الشغله بيهم، ما نريد نشيل غيبه العالم، هم شعلوا الدنيا، صار لهم ساعتين شايل الدنيا كلها حارقيها، وبعدين ما عملنا ان شاء الله. فهذا مكيف عباله باليوتيوب بالتويتر بالصفحات راح يحرر الوطن. اقعد حبيبي اقعد. لا وانت كذا وهذه واسمع حبيبي، شبيك انت شبيك؟
اقعد واستشر، والله العظيم اقعد غني بالقناة احسن لك، والله العظيم تحصل فلوس ترى اكثر. اقعد يا ابويا حبيبي، وانا ابو حبيبي اقول لكم شخبار قداوي شو يعني، انا ضلبالي عليه ضلبالي عليه. سلامتك ابو هاشم، ابو هاشم سلامتك حبيبي، شو ماكو صوتك ماكو، ما ادري والله يعني. اي يا با الف شكر على سهرتكم معانا وفرحنا من شفتكم مرة ثانية. اشكر كل الاخوة والاخوات اللي سألوا واتصلوا بي، واسف ما رديت عليهم لان ما كان عندي صوت، صوتي كان رايح يعني اليوم الصبح رجع لي، يعني كان سويتش اوف، اليوم سووا لي سويتش اون من نزلت من الجنة. تحياتي لكم والعوائلكم الكريمة، وتصبحون على الف خير.